صباح عليكم بالخير مجددا مشاهدينا مشاهدين برنامج صباح الخير يا كويت. أعلنت المنظمة العالمية لاستثمار وقت الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا ملست آسيا انطلاق فعاليات مسابقة الكويت المدرسية السنوية 14 في الروبوت بالتعاون طبعا مع وزارة التربية للعام الدراسي الحالي بمشاركة نحو 35 مدرسة من المرحلة المتوسطة. يا عبد الرضا، فعلا أحمد شيء جميل جدا، وتعد مسابقة الكويت المدرسية السنوية في الروبوت من الأنشطة الطلابية واللي تنظمها منظمة ملست آسيا لأبناء الكويت، ومنها ملتقيات وفعاليات وطنية وآسيوية وعربية ودولية ذات مستوى عال يشهد لها داخل الكويت وخارجها. نتعرف أكثر على أهمية هذه المسابقة وفعالياتها من خلال ضيوفنا الكرام، الأستاذ خالد إبراهيم القطان معلم ومدرب روبوت، والأستاذة فاطمة كاظم تقي معلمة ومدربة روبوت. صباحكم خير وحياكم الله. حياك الله بالنور، يعطيك العافية، مشكورين على الاستضافة صراحة. حياكم، نتشرف فيكم، ونبي نتعرف طبعا أكثر على هذا الموضوع وهذه الفعاليات، لكن بعد ما نشوف هذا التقرير مع بعض. اهلا بضيوفنا الكرام، حياكم الله وتشرفنا بوجودكم باستديو صباح الخير الكويت. شرفنا ان شاء الله. فاطمه، يعطيكم العافيه، الشكر موصول لمنظمه الملست على دعمهم الدائم لنا، وعلى دائما ان يعطونا سبورت، ودائما ان مخلينا يعني موفرين جميع احتياجاتنا، ودعمهم الدائم للمعلمين والمدربين والطلبه كذلك. شيء جميل. ان شاء الله المنظمه يعني من تاسست انا كنادي عندنا بالمدرسه، ما شاء الله المنظمه تدعمنا بشغلات وتمسك على ايدنا بكل شيء يعني، فيعطيها العافيه وما قصرت صراحه. والنتائج الحلوه اللي قاعد نشوفها هذه. اي ما شاء الله. ممتاز، ما شاء الله، نقول الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. احنا طبعا في البدايه راح نكون معك خالد، واحنا بالتاكيد يمكن نبي نعرف عن اهميه مجال الروبوت عندنا خاصة في المدارس، احنا قاعدين نشوف ان كثير من المسابقات اللي قاعدة تقام في المدارس. نبي نتكلم عن أهمية مجال الروبوت. الروبوت هو عبارة عن قطع ميكانيكية وقطع تحكم. هذا قطع التحكم تتحكم بالأجزاء الميكانيكية كفكرة روبوت يعني. زين، ف واحنا كبشر يعني تحط البرامج الموجودة عندنا بالقطع التحكم هذه. نعم. عشان تحكم بالروبوت يسوي المهام اللي احنا نحتاجها. بتحط الأوامر المعينة اللي يمكن تعبيها في الروبوت. بالضبط، عشان نسوي المهمة اللي نبي نحتاجها. فروبوت من خلاله يعني في له تطبيقات كثيرة، ومن تطبيقاته يعني اللي هو الـ EV3 هذا. أوكي. تطبيقاته مساعدة تعليمية حيل بحتة. هذا النموذج اللي عندنا هني. إيه هذا EV3. أوكي. نموذج EV3، فتطبيقاته تعليمية حيل، حتى ما يحتاج إنسان إنه يعلمه، بس دش على التطبيق هو يعطيك الخطوات من ألف إلى ياء. طريقة برمجته، طريقة تركيبه، كله كامل. هو نفسه. هو نفس البرنامج. فيعني ما يحتاج حتى احنا معلمين، احنا بس نعطيه الطلبة، بس نرشدهم، نمسك من ايدهم، سوي كذي سوي كذي. زين. هو بس يدش على البرنامج التطبيقي، يعطيه الخطوات فيديو 1 2 3. ما شاء الله. ويسوي بروحه البرنامج كامل. شيء جميل، بالتأكيد يثير عندهم حماس كبير، فبغينا نعرف مدى حجم إقبال الطلبة على مثل هذه المسابقات، أستاذة فاطمة. المسابقة بهذه السنة راح تتناول موضوع روبوت التخزين والنقل. المسابقة تخدم فئة المرحلة المتوسطة، الفئة العمرية لمرحلة المتوسطة، لطلبة وطالبات الكويت. فالمسابقة هذه يعني الإقبال عليها الحمد لله كان وايد كبير، وكان هذا الشيء واضح بحضور الاجتماع الأول اللي نظمته منظمة الملست للمعلمين والمدربين والمدارس للمدارس المشاركة في المسابقة. فالمسابقة يعني الموضوع مالها هالسنة مختلف عن الموضوع اللي كان في السنة الماضية. حبوا أن يسوون موضوع للنقل والتخزين، لأن في الوقت الراهن جميع يعني المؤسسات لابد أن يكون عندها مخزن. فالمخازن ممكن أن إحنا نأدي هالمهمة اللي يؤدونها العمال، نحتاج أن عدد كبير للعمال، ممكن أن الروبوت يقنينا عن العمال في أداء المهام هذه. ممتاز، نقول الله يعطيكم العافية. يعني خلنا نقول أن أهمية الروبوت يخدم البشرية في جميع المجالات. صحيح. مثل ما تفضلت يمكن أستاذة فاطمة قالت إن بالنقل والتخزين، يمكن أنتم مختارين هذا الشعار لهذا السنة. إحنا نبي نتكلم عن أهمية هذا الشعار، وهناك يمكن معايير وشروط. صحيح. لهذه المسابقة خلينا نتعرف عليها. يعني إحنا كشروطنا كمسابقة كمنظمة الملست عندها شروط ثابتة ومعايير ثابتة كل سنة. تمام. ما تتغير، مثال حجم الروبوت، الوزن، القطع المستخدمة تكون موحدة عشان يكون في عدل مساواة بين الفرق يعني.
طبعا من الشروط الاساسيه ان الطالب هو يفكك الروبوت كامل قطعه قطعه ويركبه بوقت المسابقه كامله قطعه قطعه، هذا من شروطها الاساسيه. هالسنه هاي بالذات على نقل التخزين الشروط الزايده اللي فيها ان الروبوت بنفسه يقوم ياخذ الادوات على الحلبه ويحطها بمكانها التخزينيه، وبعدها عقب ما يخلص يحتسب كل نقاط على كل مكان حط الادوات هذه على كل مهمه ناجحه يعني بالضبط. فبعدها الوقت اللي يستغرقه حسب اجزاء الروبوت نفسه يعني انه يحطها في مو اجزاء الروبوت، في اجزاء على الطاوله نفسها على الحلبه نفسها. أوكي. هو يروح الروبوت ياخذ الاجزاء هذه ويخزنها كعمليه تخزينيه. زين. فعلى كل عمليه ناجحه ياخذ عليها نقاط الفريق نفسه. ممتاز. طبعا اقل وقت اول راح يكون فايز، يعني اقل وقت اللي يقطع الروبوت بالفتره هذه هو اللي يفوز. ممتاز. ماذا عن القطع وال يعني المواد اللي يحتاجها حتى يتمكن من تحقيق مهمته سواء في التدريب وايضا في المسابقه نفسها؟ بصراحه المنظمه يعني بقياده الاستاذ داود الاحمد يوفرون مشكورين حقيبه الروبوت التعليمي لجميع المبادرين في المشاركه للمسابقه. ف يعني لا يقتصر الموضوع على توفيرهم حق الادوات، هم قاعدين يوفرون الادوات وقاعدين يوفرون ايضا دورات يدربون فيها المعلمين ويهيئونهم ان يدربون الطلبه. ومو بس كذي، يعني كل مسابقه قاعده تصير ايضا قاعد يوفرون رحلات ميدانيه تخدم المسابقه. في العام الماضي كانت المسابقه عن روبوت التنقيب عن النفط، فايضا نظموا رحله حق مؤسسه البترول الكويتيه. فكان يعني الطلبه اللي كانوا داشين معانا المسابقه يعني على مدار مسيرتهم الدراسيه ما شافوا، يعني ما سبقوا ان شافوا مؤسسه النفط يعني. فكان هذا باب وايد حلو يعني لهم انه يتعرفون على التطبيقات، يعني التطبيقات الروبوت إن شلون تقدر تخدمنا في المجال النفطي، وانها ما تختصر يعني على الاشياء اللي البسيطه اللي هم قاعد يتعلمونها، ممكن انه يطورون فكرهم فيها وتخدمنا يعني كنا احنا دوله نفطيه. فهذا شيء كان وايد يعني مميز انه بالمسابقه للعام الماضي. وعلى كذي هالسنه كده ودوهم مسودعات ومخازن بحيث انه شوي تعرفون عن كثب على الموضوع ان شاء الله. يعني في بالخطه انه راح يودونهم ان شاء الله رحلات من هالنوع عشان يكونون قريبين اكثر حق الموضوع ويشوفون فعلا ان الواقع. التطبيق العملي للروبوت في الحياه العمليه. ممتاز. يعني شلون يكون. الله يعطيكم العافيه. والله بالفعل احنا يمكن قاعدين نشوف ان الطلبه قاعد يستفيدون، خاصه مثل هذه المسابقات. صحيح. اللي تهمهم بشكل كبير. نتكلم عن ورش العمل، هل هناك ورش عمل تطبيقيه للطلبه المشاركين في هذه المسابقه ودورات؟ يمكن مثل ما تفضلت الساده فاطمه ان راح تودونهم رحلات الى المخازن والمستودعات. صحيح. يعني المنظمه قاعده تحاول تسعي ان هي تسوي دورات، تسوي هذه في دورات تقريبا يعني هي حق المعلمين الجدد. قاعد اقول لك هي روبوت هو تقريبا شبه ذاتي يتعلم فيه، فهو يعني ما في دوره مخصصه حق نفس المسابقه. لازم هو المعلم نفسه يجتهد، هو يتعلم من نفسه. فالمنظمه تسوي دوره حق اللي ما يعرف، حق اللي ما يعرف بروبوت نهائيا. كل سنه تسوي دوره يتعلمه الاساسيات، يتعلمه الخطوات، يتعلمه ايش يسوي، وهو عاد بدوره يعلم الطلبه اللي عنده، يقول لهم والله كذي كذي كذي، وهم عاد الطلبه عاد يتعلمون. يعني هو نظام روبوت يخلي الشخص هو من نفسه يتعلم بروحه، يسوي بحث، يسوي يدور عن الموضوع هذا. حلو. طيب شلون تحددون المدرسه الفائزه مثلا، او معايير النجاح اللي تحدد مثل هذا الموضوع؟ ويا ترى هل تتبنون المواهب بعد المسابقه وبعد انتهاء الفعاليات؟ بالنسبه حق معايير المدرسه الفائزه، بالاول يعني لابد ان المدرسه تكون متعاونه مع المنظمه يعني، وانها تساعد المعلمين وتعطيهم الفرصه ان يقدرون يدربون الطلبه بحيث انها توفر لهم المكان وتعطيهم مرونه بان يقدرون ياخذون الطلبه بالاوقات اللي ممكن ان يدربون فيها. يعني بالنسبه لي انا مدرستي مدرسه ام التحداح الانصاريه، اوجه تحيه لمديرتي استاذه عواطف الشويحان، يعني كان صدرها جدا رحب لتبني المواهب الطلابيه، ويعني وايد كانت تساعدنا وتدعمنا في الموضوع هذا بان احنا ندرب الطلبه وان احنا يعني تعطينا مرونه ايضا بالحصص وما الى ذلك. يعني الاداره المدرسيه وايد لها اثر كبير في الموضوع هذا. زائد ان بالمسابقه نفسها لابد ان المدرسه تكون ملتزمه بمعايير المسابقه بحد ذاتها، بان الروبوت يؤدي المهام المطلوبه منه بشكل صحيح وباقل وقت ممكن. يعني الفاصل راح يكون انه ممكن ان جميع المشاركين انه يؤدون جميع المهام، لكن الفاصل راح يكون الوقت ان الروبوت الاسرع. يعني لان مثلكم عارف ان الحين احنا في عصر التقدم والتكنولوجيا. صح. عصر السرعه، فالسرعه هي اللي تكون الرنك يعني في الموضوع. وكمتابعه
بعد المسابقة. متابعة بعد المسابقة أكيد يعني هم منظمة المست قاعد يتابعون معانا الطلبة يعني بشكل دائم يعني سنويا هم قاعد يتابعون أيضا في عن طريق مشروع الرواد نفسهم الطلبة اللي يكونون مشاركين بالمسابقة يستمرون معانا يعني طيلة مسيرتهم لأن من يحبون من يشتغلون يعني بالروبوت ويعرفون البرمجة يشاركون في المسابقة اللي تليها هم يصير عندهم شغف إنه يعني يبدعون أكثر إنه يتعلمون أكثر إن يبون يشوفون إنجازهم في أرض الواقع ويصير عندهم بالعكس إن يبون يشاركون شنو المسابقة القادمة شنو التحدي القادم فهذا بالعكس شيء وايد حلو يعني حق الطلبة. جواكم الله. خلينا نرجع حق أستاذ خالد وتأكيد كمعلم ومدرب روبوت بالتأكيد يمكن هناك فرق بين الطلبة اللي يكتفون بالحصص المدرسية وبين الطلبة اللي خلينا نقول ينخرطون في مثل هذه المسابقات وخاصة المسابقات عن الروبوت والتكنولوجيا. صحيح في فرق كبير يعني احنا قاعد نلاحظ الطلبه يعني من بدايه السنوات اللي تدش الفرق هذه تطور اول شيء مجالها الدراسي مجالها العلمي الذهن حتى يمكن بعد طموحهم راح صحيح يعني صحيح كله قاعد يزيد يعني لانه هو قاعد ينخرط بهالشغلات التطبيقيه يعني مو بس قاعد يدرسها بمواد الدراسيه كل المواد الدراسيه الغالبها رياضيات انجليزي علوم كلها قاعد تدش بمجال الروبوت قاعد دش فيه فاحنا قاعد نطبقه الحين قاعد يشوفه بالواقع السانتي هذا اللي قاعد يتعلمه قاعد يشوفه الحين قاعد يطبقه عشان يؤدي العمليه هذه ويحضرني موقف يعني السنه طافت المسابقه انا وطلبتي فاحنا نتدرب قبلها تقريبا شهر شهر ونص عشان المسابقه تقريبا اقل شيء فدخلنا اول جوله احنا ثلاث جولات هي المسابقه فياخذون افضل جوله منها فالجوله الاولى يبنى الوقت الطبيعي اللي احنا متدربين عليه 19 ثانيه فالجوله الثانيه لازم الطالب شو يسوي يقلل الوقت يحاول يزيد السرعه عشان يقلل الوقت يكسر الرقم اي فاروح وبالغلط يمسح البرنامج بكبره اي ويتوهق الطالب وين يركض الاستاذ ترى مسح البرنامج قلت له يبا هدي هدي يبا احنا جايين نستانس اهم شيء يسوي اللي عليك واحنا معك ترى انا مو باستطاعتي اصلا اساعده يعني قوانين المسابقه ما تسمح اني اساعد طالب او شيء كله من مجهوده هو الشخصي تمام فرد الطالب حاول يبرمج يبرمج طلع الجوله الثانيه مشى روبوت للنص وقف وانا قعدنا نشجع يعني وغد مره ثانيه وحاول يحاول يبرمج طلع مرة ثانية بالروبوت وخلص مهام كاملة ويا بوقت قياسي 17.2 ما شاء الله اي يعني صدمنا احنا ان شلون احنا قاعد نتدرب شهر ونص مسح البرنامج على اساس يضل اي سبحان الله يعني شلون شهر ونص احنا نتدرب احنا ما جبنا الرقم هذا هو يابا يعني ما شاء الله وخذينا المركز الثاني على مستوى الكويت يعني. يعطيكم العافيه على طبعا الدعم والتشجيع لابنائنا وان شاء الله نشوفهم ينافسون ايضا في البطولات العالميه وهم قدها بالتاكيد طبعا احنا شفنا الروبوت اللي موجود معنا هنا على الطاوله قلت لي هذا شنو كان النموذج اي في 3 فيعطيكم الف عافيه واعتقد ايضا هذا الدرع من منظمه المست حق الاسره الكويت اي من المنظمه يعني حق اسره صباح الخير الكويت يعطيكم العافيه على الاستضافه الف شكر الصراحة. الف شكر لكم وطبعا يعطيكم العافيه على هذا التقدير واحنا بالعكس يعني نشكركم كثيرا على تشرفكم لنا في صباح الخير الكويت وافادتنا في مثل هذه المواضيع اللي تهم ابنائنا وبالتالي اكيد تطور من مواهبهم وتخليهم ان شاء الله دائما في اعلى المراتب شكرا مره ثانيه هذا واجبنا استاذ واحنا بالعكس فخورين جدا بطلبتنا وبانجازهم واحنا وايد سعيدين ان احنا قاعد نتوافق مع رؤيه الامير يعني نحقق رؤيه الامير بان احنا نستثمر الثروه الشبابيه بان احنا نخلي طلبه الكويت يكونون طلبه منتجين وليس طلبه مستهلكين فقط يعني نبي الطلبه يسووا لنا روبوتات يسووا لنا اشياء نقدر تطبيقات ذكيه بدل لا انه يكونون فقط مستهلكين خصوصا ان منظمه المست هي منظمه لشغل اوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا احنا بالوقت الراهن الوقت الفراغ يعني صاير وايد خطير على الفئه صح. العمريه هذه وفي وايد مغريات يعني في العالم في الوقت الراهن ان تغريهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فممكن انه يكون خطير عليهم فالمنظمه حريصه جدا انها تشغل اوقات الفراغ بالتطبيقات وبالعلوم والتكنولوجيا بشكل يغرس بالطالب طموح لقدام يعني يخليها ممكن هالمسابقات هي اللي تبني فيهم الطموح وتخلي عندهم هدف يعني بغض النظر عن المنهج الدراسي حتى يحققون رؤيه الكويت 2035 ان شاء الله شكرا لكم كل الشكر والتقدير وكافي جيدكم وايضا مره ثانيه شكرا لمنظمه منست على هذا الدرع والتقدير اذا اعزائي كان معنا ضيوفنا الاستاذ خالد ابراهيم القطان معلم ومدرب روبوت وايضا الاستاذه فاطمه كاظم تقي معلمه ومدربه روبوت ناخذ فاصل ونواصل معكم برنامج صباح الخير الكويت